ونسعد دائما بهذا اللقاء. هذه اللقاءات التي تأتيكم تباعا في برنامج أما بعد، دائما لنسير معا في طريق الخير، لندعو الله دائما، اللهم ارزقنا سعادة الدارين. تعالوا بنا في هذه الحلقة نتعرف متى يكتب أو تكتب لنا هذه السعادة. وإن كنت كتبتنا من الأشقياء فاكتبنا يا ربنا سعداء يا رب العالمين، وامحوا هذه الشقوى، وخلينا من خلال هذه الأدعية ومن هذا الكلام المهم جدا نروح لفضيلة الشيخ حافظ عبد الرحيم حافظ اللي برحب به وهو من أبناء الأزهر الشريف. شيخ حافظ أهلا. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسن، ربنا يبارك فيك. دائما الترحاب لحضرتك يعني والسادة المشاهدين. أشكرك. الله يبارك في عمرك. يعني خلينا قبل ما أطرح أسئلتي وسؤالي ونذكر السادة المشاهدين بحديث سيدنا عبد الله بن مسعود، خلينا نستفتح دائما بهذه البسملة، وبالصلاة على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا النبي الذي شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، علمنا جميعا كيف تكون المودة والمحبة والإخاء، وترك أمته على سبيل المحبة والمودة والسلام والإخاء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل ملكا فيأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. أيوة، ده بعد أن ينفخ فيه الروح. بعد أن ينفخ فيه. أيوة. فإحنا تكلمنا قبل كده عن الرزق وعن الأجال وعن الأعمال، وبعد كده بنتكلم النهاردة عن الشقاء والسعادة، اللي هي اللي حضرتك بقى المحور حديثنا النهاردة، عن الشقاء والسعادة. السؤال اللي دايما يتبادر لذهن الناس لما بيقرأوا الحديث ده: إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان الشقاوة والسعادة، ففيما العمل؟ وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتسأله، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى ده السؤال لما ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه ان انا شقي او سعيد، فخلاص انا لو كنت من الاشقياء مش هغير قدر. اين الاراده المحرره للانسان؟ أيوة. ولو يعني انا كنت من السعداء، فايه خلاص، ففيما العمل، خلاص بقى انا ضمنت نفسي. فنقول هنا في فارق بين ما اختاره الله عز وجل وجعلك ميسرا مسيرا فيه، وبين ما خيرك الله. فاختيارك لطريق الايمان او طريق الكفر عياذا بالله هو اختيارك المحض، وأما هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى فهو سابق علمه فيك. سابقه؟ معرفة استكشاف، يعني معرفة أزلية. أيوة. وهو ما يسميه العلماء ومن عرفه العلماء هو علم الله القديم. أيوة. فالحديث جمع لنا أشياء لا دخل للإنسان فيها. أيوة. رزقه وأجله، الأجل ليس للإنسان فيه، وعمله يعني الذي يعمله الإنسان هذا من طبيعة عمله. ثم فسر الحديث طبيعة العمل اللي هو في نهايته يكون طريق السعادة أو الشقاء. طب السعادة والشقاء اللي موجودة في الحديث، سؤال تاني يتبادر للذهن برضه يحتاج إلى إجابة: هل مقصود بها السعادة الدنيوية؟ يعني أنا أكون سعيد في الدنيا، ولا واحد كتب عليه الشقاوة فيظن أن الشقاء في الدنيا أنه يطلع فقير مثلا، انه هو مش مبسوط في شغله، مش مبسوط مع زوجته، مش مبسوط مع اولاده، مبتلى على طول. ايوه، مش فكره مبسوط. الابتلاء على طول. فهل هو المقصود به بالسعاده والشقاء؟ في ناس تانية ما عندهاش الكلام ده. أيوة. انا مشكلتي في المال فدايما عندي مشاكل في المال، فده بيكون طريق شقاء بالنسبه لي. واحد تاني لا، المال متوفر ليه فبيكون في طريق سعاده دايما. واحد اولاده كويسين او زوجته كويسه معاه، عمله طبيعه عمله، فهل الحسبه بتكون كده؟ ايوه، ده سؤال. نقول بقى ان في فرق مهم جدا بين الفرح وبين السعادة. أولا السعادة اللي جاءت في الحديث الشريف وقبل الحديث الشريف ما جاء في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يوم يأتي وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالشقاء والسعادة المقصودان في الآية والمقصودان في الحديث الشريف هي السعادة الأخروية الأبدية، ده لأن ده الأصل. أما الأشياء اللي بتمر على الإنسان في الدنيا برضو
إن كانت تدخل في باب السعادة ولكنها مفهومها أدق وأعمق وأخص بالفرح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما عبر بمفردة الفرح في القرآن الكريم قال وفرحوا بالحياة الدنيا. يبقى الفرح الفرح زائل في أمر في أمور الدنيا سواء ده بالنسبة للفرح. بالنسبة للفرح، لكن السعادة المقصودة هي السعادة الأخروية، إما أن يكون سعيدا في أهل الجنة، وإما والعياذ بالله يكون شقيا في أهل إيه؟ في أهل النار. مع مزيد من التفاصيل ومع مزيد من التوضيح لهذه المعاني المهمة، وهرجع بسؤال طرحناه وهنقرأ آيتين من سورة الفجر هنرجع ليهم عشان نعرف إني ليس المقصود من الابتلاء أن تكون شقيا، وليس المقصود بأن يبقى عندك وفرة من المال أن تكون سعيدا، مش المعنى بيرتبط بشكل مباشر كده. بس خلونا نروح للتأخير ده ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا. مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل قالت من أول يوم بدأنا فيه مشروع وقف النخيل الخيري عاوزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، ونشوفها بإذن الله حاجة جميلة ومعتبرة. أنا بقول مش هنشوفها، لا بفضل الله إحنا شايفينها، ومن فضل الله عز وجل حاجة جميلة ومعتبرة والله بجد. عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا البركة هنا، لأن رب العباد سبحانه وتعالى أذن لنا هنا بالخير. وحضراتكم صدقاتكم اللي جيتوا هنا سهل قروين في الوادي الجديد وزرعتوا الفسائل بإيديكم، ببشركم وبطمنكم نسبة النجاح بفضل الله عز وجل أكتر من 100%. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. كل ديت لأن ديت صدقاتكم اللي خارجة من نفوس راضية بفضل الله عز وجل. لسه منتظرين دعم حضراتكم إن شاء الله. بننتهي من تجهيز ال 250 فدان الأخيرة في ال 1000 فدان في سهل قروين في الوادي الجديد، وبإذن الله الخطوة الأولى في المشروع الأكبر زراعة 8000 فدان في الوادي الجديد. اوعى تتأخر، منتظرين إسهامات حضراتكم، منتظرين دعم حضراتكم. دمتم للخير فاعلين فأنتم الأمل لكل المحتاجين. من حق كل واحد بيدفع جنيه وبيتبرع بأي شيء لله وفي سبيل الله وعشان يعمل عمل خير ان هو يتابع حركة العمل الخير ده ويعرف ايه اللي بيتم فيه بالظبط. علشان كده رحلاتنا في مؤسسة نبض الحياة لأرض البركات وأرض الخير بتتم بشكل دائم، علشان نكون معاكم قبل ما نبدأ الزراعة وقبل ما نجهز المكان، واحنا بنجهز المكان وأثناء تجهيز المكان، يعني المكان اللي انا طالع منه ده فيه الفسائل اللي هتتزرع في المرحلة اللي جاية اللي احنا برضو بنكون موجودين مع حضراتكم فيها، عشان بس تبقى انت متابع كل خطوه، لان المتابعه دي بتفرق جدا في نفسيتي وفي الفرحه بتاعتي لاني بكون عايش في كل تفصيله. لما حضرتك بتكون قاعد في المطار ومنتظر الطيران علشان تسافر بنسمع كلمه معتادين عليها وبنكون مبسوطين واحنا بنسمعها، ان ده الاخير للرحله رقم كذا كذا على الطيران الفلاني. اول ما بتسمع الكلمه دي وانت قاعد منتظر الطيران بتستعد بسرعه علشان خاطر تلحق الطياره. ليه؟ لانك لو تكاسلت خطوه لورا اكيد الطيران هيروح عليك، اكيد السفر هيروح عليك. احنا هنا في مؤسسه نبض الحياه في مشروع الالف فدان الخيري في وقف النخيل في سهل قروين، التجهيزات الأخيرة للإقلاع، كل ده جينا هنا علشان خاطر نقول لحضرتك تلحق يا ما تلحقش، النداء الأخير والفعل ختامه مسك في مشروع الألف فدان في الوقف الخيري. أنا
اهلا بحضراتكم، وبنرجع لهذه المعاني، المعاني المهمه جدا، وازاي من خلال اعمال في الدنيا بنضمن السعاده بقى في الدارين. السعاده في الدارين صح. ونرجع للمعاني اللي نفهمها من خلال ايات الله البينات في سوره الفجر. هنقرا مع بعض انا وانت يا شيخ حافظ. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعم فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهان. كلا. الاجابه للاثنين بقى ايه؟ كلا. الله. فكان الايه بتقول كلا، لا انت اكرمت بهذا ولا انت اهنت بذاك. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. فاحيانا تكون المنح لبعض الناس، المنحه لبعض الناس هي اصلا في الاصل جاءت عن طريق المحنه. فده المهم جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان السعاده والشقاء والحياه الطيبه لها اصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اللي هو كله عايزها، كله بيسعى للحياه الطيبه وكله بيسعى للسعاده. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تبحث عنها الا في هذا العمل الصالح. العمل الصالح اللي هو متمثل بقى في كل الاوامر الالهيه والاوامر النبويه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها الله سبحانه وتعالى. ده هو التمثيل الحقيقي للمعنى اللي انت عايزه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب وبالاسلام دين او بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسول صلى الله عليه وسلم. ويدينا النبي عليه الصلاه والسلام اسباب للامور اللي هو السعاده الدنيويه اللي هي برضو مطلب لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. فيقول اربع من السعاده، ومنها المراه الصالحه والجار الصالح والبيت الفسيح والمركب الايه الهني. دي امور كلها اذا توفرت للانسان فبيكون من اسباب السعاده، بتبقى في راحه. ايوه. وعلشان بقى توفير اسباب السعاده دي الله سبحانه وتعالى يسخر ناس بعض، يسخر الناس بعضهم لبعض عشان يخدموا بعض في الحياه اللي فيها سعاده، الحياه الهنيه دي اللي احنا بنقول عليها الحياه التي تليق بكل انسان يعبد الله على وجه هذه الارض، وكل بناء الله سبحانه وتعالى بناه بيده اللي هو ايه متمثله في مؤسسات المجتمع المدني اللي هي وسيط بين اللي عايز يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي في ايده وبين الانسان اللي من حقه يعيش حياه هنيه. خليني استشف من كلام حضرتك الكلام الحلو، بيقول ربنا سخر الناس لبعض. ايوه. ده الدعاء اللي احنا بنقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. استخدمنا. صح. يا سلام، ما اجمل ان طيبة. تكون خادما وانا اكون خادما، يعني دعوات طيبه الله سبحانه خادما وتعالى عند خلق الله يستجيبها رب العالمين لمراد الله فيا، لتحقيق مراد الله في فيا ولا مني؟ مراد الله فيا ومني وكل حاجه. الله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا هي اسبابه، ومن الاسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك حد، ينقل لك صوره حد، شخص تاني محتاج للخير الذي عندك، والله سبحانه وتعالى يرسل لك اخر فينبهك على انك تشكر الله سبحانه وتعالى على ما في يديك. فاللي عنده يشكر الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى وفر له بعض الامور، فيشكر الله سبحانه وتعالى بان يوفرها لايه؟ لغيره. ودي انت تصبح رسولا لله سبحانه وتعالى الى خلقه والى قضاء حوائج خلقه. عشان كده بقى مؤسسه نبض الحياه من المؤسسات اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لهذه الخدمات. ولما كانت انشطتنا في مؤسسه نبض الحياه بتوسع وملفاتنا عماله بتكبر وكل يوم في حاجه جديده، فيبدا التفكير في ان احنا ازاي نخدم كل الانشطه دي حتى لو ما كانتناش تبرعات بشكل كافي، فيبقى في استثمار خيري متحقق في وقف النخيل. وده المفهوم العصري للعمل، لعمل مؤسسات المجتمع المدني، انها تحدث نوع من الاستثمار الخيري. أي. اللي بيعمل لها ما يسمى بالتمويل الذاتي بعد كده على اللونج تيرم. خلونا نروح للفصل اللي معانا ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم، ورجعنا للسعاده للفرحه، وسمعنا برضو واحنا بنشوف المشاهد الطيبه والحلوه جدا من خلال سياق تقريرنا ومن خلال اللي بنسمعه من مشايخنا ومن اكابر علمائنا عن ان ما الذي يضمن السعاده لينا هو ان تخطو خطوات في فعل الخير الحقيقي، وانك تخلص العمل لوجه الله، وانك بتقول يا رب يعني خل استعملني استخدمني ولا تستبدلني. جرت عادة الله سبحانه وتعالى الكريم على أن من عاش على شيء مات عليه. إحنا السعادة منشودة في الآخر،
واللي بيعيش على انه يسعد الناس ويوفر احتياجات الناس الله سبحانه وتعالى تكفل له بهذا. فقال في القرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، يعني هذه سنة الله في خلقه. لست اكرم من الله سبحانه وتعالى. لست اكرم من الله سبحانه وتعالى. فاذا بذلت من نفسك لخدمة الناس وخدمة خلق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسخر لك من يقضي حاجتك، ثم هو بذاته سبحانه وبحمده يقضي لك حاجتك. فاذا كان لك حاجة مادية قضيت، واذا كانت لك حاجة قلبية قضاها الله سبحانه وتعالى. الأمر بقى اللي أنا محتاج أقول لحضرتك عليه كده قبل ما نطلع التقرير ونشوف الجمال اللي فيه، إن إحنا كنا بنتكلم على إن توجه مؤسسات العمل، مؤسسات المجتمع المدني في العمل الخيري، إن هم يوفروا دخل وربح ثابت علشان خاطر يوسعوا في الأنشطة بتاعتهم والملفات المفتوحة تكمل. وهذه الثقافة بصراحة كتير جدا من العلماء، وكان فيها رسالات ماجستير ودكتوراه، في انه كلهم بينادوا وبيطالبوا بتوسعه ثقافه العمل الخيري، لان الثقافه دي قائمه منذ الابد. يعني فكره العمل الخيري اصلا من اول ما خلق الله سبحانه وتعالى الانسان وانزله على الارض، وهتجد ان طبيعه الانسان اصلا خدوم، يحب ان هو يكرم، يحب ان هو يعطي، يحب ان هو لما يشوف حد محتاج حاجه يديها له. وبعد كده بتتطور على مر العصور لحد لما اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها بوعد من الله سبحانه وتعالى فيطمن، وما انفقتم من شيء فهو يخلف. ده وعد من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أكثر ويقول ثلاث أقسم عليهن، منهم ما نقص مال امرئ من صدقة. فكل دي طمأنة من الله سبحانه وتعالى للإنسان فقط علشان يكون فاعل ونشيط وعامل ومقدام على فكرة العمل الخير. حقيقة ربنا سبحانه وتعالى لو سلمنا لما نتعامل مع الحقائق إن كلنا بنخدم بعض، اللي هخدمه النهاردة حد هيخدمني بكرة. حتى الشعر العربي يقول لك إيه، كل الناس من بدو وحاضرة، كل الناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. صح. وإن لم تشعر إحنا بنخدم بعضنا. ها؟ صح. فدي سنة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاقل هو اللي بيتدبر ده، يتدبر نصوص القرآن ونصوص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشوف أنا احتياجي إيه مش احتياج الناس إيه. ده مهم جدا. يعني أنا لما بأقضي حاجة الناس فمن باب أول أنا بقضي حاجتي، بدليل أن حضرتك كنت معانا في هذا العمل الخيري في وقف النخيل، في إحدى الحفلات كنت معانا وشفت فرحة الناس وشفت ما يعني يكون من الناس من سعادة في هذا العمل. والحفلات بتبقى في موسم الزراعة على أرض الواقع، وسط أرض مليئة بالخير، وأرض مصر مليانة خير، أهل مصر مليانين خير. اللي أنا عايز أقوله بقى إن أستشهد بحضرتك بما رأيت وسمعت من الناس، إن كم أخت وكم أخ قابل حضرتك وقال لك إن أنا كان عندي مريض فشفاه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا ده الوقت. صحيح، ده صحيح. كان عندي مشكلة والله سبحانه وتعالى فرج عني بسبب هذا الوقت. طب أحكي لك حكاية. اتفضل. اسمح لي بقى مدام أنت قلت الموضوع. البعض بيبقى حريص على إني يشوف اللوحة بتاعته أو النخلة بتاعته عليها اللوحة. أيوه. فمن حق كل واقف، كل مساهم، كل متبرع، كل من أراد أن يشارك في هذا المشروع، واسمح لي أخذ دورك للحظة بقى شيخ حافظ، وليغفر لي المشاهد وليغفر لي كل مشاهد يعني. فطبعا كله في سباق عايز يحط اللوحة بتاعته ويفرح ويتصور. فالبعض لقيته لا، الموضوع مش همه. ليه؟ قال لي ده الرسالة جات لي، الله شفت رسالة جات لي، الإشارة جات لي، وشفت اللي أنا كنت بعمل عشانهم جولي، يا إما في رؤية يا إما جولي بإحساس ما بآخر يعني، واطمنت إن العمل اللي أنا عملته لسه هقوم أزرعه، بمجرد إني انتويت والنية خير إني عايز أعمل كده، فالرسالة وصلت والدايرة قفلت فالنور نور. صح. إذا عارف الدوائر الكهربائية لازم توصل الطرفين، اسمها الدايرة مغلقة فالنور ينور. فالأرواح لما تتقفل دوائرها البصائر تنور وتشوف. بعدين ده في الحديث الشريف ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة ثم اصابهم من نوره، فمن اصاب من هذا النور شيء فقد هدي. يعني اصلا زي ما حضرتك بتقول انت بتعطي مثال بس يقرب لنا المثال، لكن هذا جاء في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انها فعلا انوار. الاعمال الصالحة هي انوار متتالية متتابعة، واللي جرب هذه اللذة لا ينفك عنها، واللي جرب الأنوار دي وتجليات هذه الأنوار الربانية والرحمات النبوية عليه لا يمكن ينصرف عن هذا العمل. نيجي بقى للأمر المهم جدا في هذا الشق. احنا الآن يعني اطمننا أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق أنهم يساعدوا بعض.
يعني خلينا حافظ نأجل موضوع الأمر المهم جدا ده لما بعد التقرير عشان نديله وقت ونفهم أكتر اللي انت حضرتك عايز تقوله. خلينا نروح للتقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم. خليكم دايما معانا في الخير. فرحة جديدة في يوم جديد في أرض الوادي الجديد، سعادة غامرة مسد العلماء والعمال والإداريين، رئيس مجلس الأمنة، المدير التنفيذي، المدير الإداري، المدير المالي، كل الناس المحترمين. أنا عايز بس تشوفوا اللي احنا شايفينه وتشوفوا السعادة اللي احنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ماشيين أنا والسادة العلماء أهو بنفسنا وبنشوف احنا وصلنا لحد فين، الفرحة بتاعتنا شكلها ايه، احنا وضعنا ايه. زي ما انتم شايفين اهو، انا عايز نخلة واثنين وثلاثة. شوف حضراتكم، شوفوا النخل، شوفوا النجاح، نسبة النجاح شكلها ايه، شوفوا النخل اللي قدام شكله ايه. يعني لا اكتفي بان انا قالوا لي انتوا نسبه النجاح عندكم 99%، انتوا نسبه النجاح عندكم مش عارف ايه. خلي بال حضراتكم، كل واحد يطمن نخلته مزروعه ان شاء الله. احنا مسؤولين قدام ربنا، احنا كمشايخ اهو بنقول لكم بكل ثقه ان احنا مسؤولين قدام ربنا. شايفين نخلكم بقى شكله ايه، شايفين النخل اللي بقاله سنه بقى شكله ايه، شايفين الفسائل كم فسيله حواليه. اي نخله انتوا عايزينها انا اروح لها دلوقتي وتشوفوا البركه شكلها ايه. انا بنقول لكم ده ليه، علشان دايما اما تسمعوا علماء مؤسسه نبض الحياه ما بيتكلموش ولا بيروحوا يصوروا في مزرعه غير مزرعتهم، بيصوروا في الواقع اللي هم ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم عشانه. مين فيكم بقى اللي هيلحق معانا ال 15,000 نخله ويقول انا هاجي معاكم في شهر 10 اشوف وازرع معاكم عشان اشوف نخلتي زي النخل اللي كبر ده ان شاء الله اللي هيبقى فيه انتاج العام المقبل باذن الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ألف مبروك، ألف مبروك لكل من ساهم في مؤسسة نبض الحياة. حضراتكم، وجميل المشهد، رائع أو رائعة تلك التفاصيل بكل ما تعني الكلمة من تفاصيل أكتر وأكتر. خلينا نروح لشيخ حافظ. شيخ حافظ، كنت عايز تقول حاجة مهمة بخصوص مشروع وقف النخيل الخيري لمؤسسة نبض الحياة. كنت عايز أقول إن المشروع ده يستحق نظرة وإعادة النظر عند كل الناس في مسألة التقديم الوقف الخيري وعمل وقف خيري. مش مجرد صدقة انت بتقدمها خلاص، ولا حتى صدقة جارية بالمعنى العام. احنا عايزين الناس تعيد التفكير في النظر، تعيد التفكير والنظر في مسألة الوقف، الانفاق والوقف، وان هو يختار صح. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لنا انه يوفقنا لعمل وقف الايه، النخيل ده. احنا لما بدأنا الفكرة من الاول كلها قامت على التجربة، استجابة الناس عاملة ازاي، وتفاجئنا ان العشرة فدان اللي خدناهم، اول عشرة فدان اللي فوق الناطورول، اللي فوق الناطورول، ايوة، كان في اقبال غير عادي غير مسبوق. وكأن الناس، وانا بتحب استخدم دايما الكلمة دي، وكأن الناس لقت لقية. ولما تقعد تتكلم كده مع امهاتنا او
حد من ابائنا تقعد تتكلم معاه، وحتى الشباب الصحبه بتاعتهم والقعده بتاعتهم بيقول لك دايما الواحد كان يفكر انا والدي توفي او والدتي توفيت اعمل ايه عنه. فكان مشروع وقف النخيل ده جاري بمثابه الكنز والهديه من الله سبحانه وتعالى اللي اقدر استثمر فيه في مشروع خيري حقيقي. يعني اللي بنسميه الجولدن تشانس، يعني الفرصه الذهبيه. ايوه بس دي بس اسمح لي بقى يا شيخ حافظ، معلش اسمح لي في الحلقه بتاعتك يبدو في نشاط ذهني زايد بيني وبين حضرتك. يبقى فكره ايه يعني الفرصه الالهيه؟ ايوه اللي هي تبتعد عن فكره الاوساط بتاعتنا العاديه الاعتياديه في حياتنا. فربنا سبحانه وتعالى يبعث. رسالتي بقى ان كل واحد ما يعني ما فيش حتى في نيته ان هو يساهم. شوف انا دلوقتي مش بقول تساهموا وتلحقوا معانا ال250 فدان الباقيين عشان ايه تكمله ال1000 فدان، انا مش هقول الكلام ده لان ده باين جدا في كلامي وباين جدا في التقارير. أيوة. وحرصي على ان كل واحد يكون ليه سهم في ختام ال1000 فدان الاولى عشان يكون من السابقين. لكن رسالتي لكل حد ان هو انت بتشوف دلوقتي، فربنا قدر لك ان انت يجي قدامك برنامج زي ده او كلام عن عمل خير او كلام في عن وقف خير زي ده، اعرف معلومات عنه. يعني كلف نفسك شويه واقعد اسمعنا وشوف هنقول ايه، ولما تلاقي ان المعلومات مش كافيه ممكن تكلمنا على 15740. فلما تكلمنا وتقول يا جماعه انا محتاج اعرف تفاصيل اكتر عن المشروع ده ليه، عشان لما تقعد في قاعده مع حد من زمايلك والناس تيجي تتكلم واحد بيشتكي بيقول يا جماعه والله انا محتاج اعمل عمل خير او ان انا اعمل صدقه جاريه تنفعني بعد وفاتي او حتى والدي او والدتي، لما تلاقي حد بيسال السؤال ده فتكون عندك الاجابه، فتكون بتاخد اجر الدال على الخير كيف حال. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما في نهايه كل حلقه بنؤكد على من اراد ان يشارك ويساهم او يتبرع او فكره الوقف الخيري في هذا المشروع الكبير من خلال التواصل المباشر والاتصال بالخط الساخن 15740، الخط الساخن لنبض الحياة. بشكرك شكرا جزيلا فضيل الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ من أبناء الأزهر الشريف، دمتم دائما في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.